المهندس محمد حسام من العراق، مدير مشروع محطة المقر الطاقة الشمسية. أود أن أعطيكم فكرة، إحنا بدينا بالعمل في الشهر الثالث 1 آذار، والآن خلال هاي الشهرين تشوفون التقدم الكبير، وأود أن أزف البشرة إلى مواطني المخا أنه التقدم سريع جدا، وإن شاء الله خلال الشهرين القادمين راح تشوفون تقدم كبير، وممكن أنه نبدأ بالتشغيل جزء من المحطة خلال الشهر الثامن إن شاء الله. وهنا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ العميد طارق وإلى مكتبه ومهندسيه، وهو بمتابعة حثيثة ويومية معنا ومهندسيه من مكتبه لدعمنا وتقديم كل الجهود ولإسراع العمل. وطبعا أيضا المشروع كما تعلمون بأنهم تبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن متابعين. الآن أكملنا جميع المراحل التصميمية وبدأنا بشحن المواد من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تصل خلال هذا الشهر، وسوف نقوم بإكمال الأبنية الخمسة. والآن اليوم بدأنا كما ترون القواعد الحديدية للهيكل الحديدي الذي سيحمل الألواح الشمسية، والألواح الشمسية ستصل معظم المواد خلال 6 أسابيع ستكون هنا في المخا. فهذه إن شاء الله وبدعم الأخ القائد سوف نتمكن من إكمال مشروع في فترة قياسية إن شاء الله.